السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سنعرض اليوم كيف يتم التعرف على نقل الصفات الوراثية بقانون مندل الأول. هان طبعا أخذنا صفة اللي هي البذور، أخذنا صفة الأملس مع اللي هو المجعد. طبعا هان حدد لي الرموز اللي أستخدمها، وعندي هان قال لي الناتج كان جميع الأبناء أملس البذور، وفي أحد يعني بقول إذا كان الناتج، يعني عندي طلب هان سؤال باعتباره زي سؤال مستقل عن هان، وإذا كان نصف الأبناء أملس البذور والنصف الآخر مجعد البذور. الآن لو نيجي طبعا إحنا بنقول اللي هو الأملس مع المجعد. هان عندي الأملس، ليش إحنا أخذناه؟ هان ناقل أملس A كابيتال A كابيتال، والمجعد A سمول. معروف إنه المجعد هان متنحي والأملس سائل. هان عندي ليش احنا اخذنا، ليش ما اخذنا مثلا هجين؟ لانه هان حكى انه الناتج جميع الابناء املس، معناته طبعا المجعد لانه متنحي دائما دائما يا جماعه المتنحي سمول سمول، ما فيش اي مفارقه فيه، انما دائما المشكله عندنا في حل السؤال في السائل. اذا عندي المجعد اي سمول اي سمول، اذا الاملس عشان يطلع كلياته 100% ناتج معناته لازم يكون ايش؟ نقي، فبالتالي الناتج كله حيطلع عندي هان أملس. طبعا احنا ممكن نطلع اربع افراد، ولكن هذول طبعا الجميطة الثانية زيها اخذنا واحدة، والثانية هذه زيها يكفينا واحدة تعبر عن الجميع. لان لو جئنا الى الطلب الثاني قال لي اذا كان نصف الابناء أملس والنصف الاخر مجعد. طيب هي المجعد احنا زوجنا هان، بس احنا في راس السؤال يعني عمال احنا بنحل من اعلى لاسفل نازلين يعني. الآن عندي هان الأملاس، أخذته هان هجين، ليش؟ لأنه حكالي هان واحد لواحد. طيب عشان يطلع عندي هان دائما دائما لما نيجي يطلع عندي مجعل، أو قصدي يطلع عندي متنحي، متنحي زي إحنا ما إحنا عارفين يعني سمول سمول. طيب هذول العاملين من وين أجوا أساسا للفرد الناتج؟ واحدة أجت من الأب والثاني اجت من الام، عشان هيك بطلع الفرد A small A small. طيب بمعنى انه الفرد او الفرد اللي بيحمل الصفة السائدة معناته كان هجين بال A small عشان يطلع عندي النص. اذا عندي هان عندي الاملس لازم يكون هجين، والمجعد مفروغ منه انه هو ناقي اصلا مو small small، فبالتالي لما نيجي نوسع الجمطات حيطلع عندي واحد إلى واحد. نيجي نشوف صورة أخرى من اللي هو الصفات اللي هي الوراثية تبعت مندل كيف ممكن تنتقل. هان قال لي تم تهجين نباتين وكان الناتج 905 طويل الساق و 310 قصير الساق، ما التركيب الجيني والشكلي والمظهري للآباء والأبناء والجميطات وغير ذلك. الآن عندي هان لو نيجي فرضا نقول تي كابيتال نستخدمه تي سمول. طبعا احنا بنعرف انه الطويل سائد على القصير على فرض انه النباتين هذول عندي بازين. هان الآن السؤال الآباء مجهولة، الآباء مو معروفة عندي هان. هان اللي اداني نسبة الناتج للأبناء، يعني بدي اطلع بالسؤال من تحت لفوق مو زي اللي قبل من فوق لتحت. هان نسب السؤال اللي بتطلع في الأبناء بتحدد لي هان مين أسلم. بمعنى لو أجينا الآن طويل الساق هيو، هان قال لي طويل الساق هي طويل، وهان قصير الساق هي القصير، كم عدده هان؟ كان 905 وهذا عدده كان 310. بتغاضى عن اللي هي الحتحيط الصغيرة هذه اللي بتكون مع الرقم الكبير، يعني 905 ممكن أخليها 900 وال310 بخليها 300، اختصر لها النسبة بيطلع عندي 1 لـ3. إذا 1 لـ3 هذا معناته الثلاثة هذا لحساب مين؟ هذا لحساب الصفة السائدة، والواحد هذا لمين؟ لحساب الصفة المتنحية. إذا لما نيجي بمعنى إنه عندي هان الصفة السائدة لما يكون عندي النسبة في الناتج 1 لـ3، إذن معناته الآباء كانوا سائد هجين، الآباء كانوا سائد هجين.
لانه على اساس اندهان اذا نحن نكون ماخذين طويل مع طويل، لما اجي اوزع الجامطات حيطلع عندي طبعا اثنين جامط مختلف، ولما نيجي نضرب الجامطات هذول حيطلع عندي اربعة افراد، فهذا حيطلع عندي هان طويل، هان التنين ايضا طويل، هذا حيطلع عندي قصير. اذا عندي الطويل الان الطراز المظهري هان عندي كام؟ ثلاثة هيهم اللي هم هدول، والقصير هيو واحد، ثلاثة لواحد. إذا عندي هان الطراز الجيني للأبناء، عندي هان ثلاث طرز جينية، هاي طراز وهي طراز طراز وهي طراز، وعندي الطراز المظهري طبعا هو أساس المدينة. لو كان نيجي للآباء الطراز الجيني لهم تي كابيتال تي سمول، والطراز المظهري طبعا طويل مع طويل. هاي بالنسبة لمين؟ لا اللي هي للنسبة اللي بكون مدين إياها هان ثلاثة لواحد. طب افرضوا مثلا هان في السؤال حكالي وكان الناتج 500 لـ500، يعني 500 طويل إلى 500 قصير. لما تكون النسبة عندي هان قل طويل لقصير فرضا، إذا 500 لـ500، إذا بهذه الحالة يعني واحد لواحد. طيب واحد لواحد هذه النسبة عندي بالنسبة لمندل، وين بهدها عندي هان؟ واحد لواحد، على فرض انه كان واحد لواحد. اذا معناته في هذه الحالة لما يقول لي واحد لواحد، معناته الفرد او الاباء كان واحد اللي هو السائد، يعني هيكون هجين هذا السائد، والمتنحي معروف المتنحي دائما سمول سمول. اذا لما يكون عندي اعطيني نتيجة السؤال واحد لواحد، إذا معناته الأبوين واحد متنحي والسائد هجين، عشان لما نيجي نطلع جميط هان، هاي جميطة تنتين، هان جميط، هاي جميط وهي جميط، فنيجي نضرب حيطلع تي تي إلى الثانية، هذه تي سمول تي سمول. إذا هان بتطلع عندي النسبة واحد لواحد. إذا من خلال النسبة الناتجة في السؤال بقدر أحدد الآباء. ثلاثة لواحد معناته كلا الأبوين هجين بالنسبة للصفحة السائدة. النسبة واحد لواحد معناته السائد هيكون هجين، المتنحي مفروغ منه دائما متنحي سمول سمول. لو قال لي الناتج كله، يعني كان هان قال لي وكان الناتج طويل الساق، طويل الساق معناته يعني مثلا قال لي ونتج الناتج، ما عندي هان قصير، حكى انه وكان الناتج 1000 مثلا طويل الساق، 1000 نبات طويل الساق. اذا في هذه الحالة بيكون الاب السائد ماله تي كابيتال تي كابيتال، على فرض انه اللي معاه متنحي، هذا وحدة. او ممكن شو تاني يكون؟ طب هل ممكن لو بدنا نيجي ناخذ مثلا هاف تي كابيتال تي سمول مع تي كابيتال تي كابيتال، برضو وارد. يعني ممكن لما يكون طويل الساق الناتج كلياته 1000 مثلا طويل الساق، اذا عندي احتمالين، ممكن اخذ طرازين للاباء هذه الصوره، او ممكن اخذ هذه الصوره. اذا نتيجه السؤال هي التي تحدد من اختار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.